حكم الجمعية مثل أن يستقطع بعض الأشخاص جزء من راتبهم يأخذه كل شخص منهم واحد في الشهر؟ ما فيها بأس. الجمعية معناها أن يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون يقولون نبي نقتطع من راتب كل واحد منا 1000 ريال نعطيه للأول والشهر الثاني للثاني والشهر الثالث للثالث حتى تدور عليهم كلهم، هذا لا بأس ولا حرج. طيب هل عليها زكاة؟ هنا إذا عليها زكاة إذا كان المدين غنياً.